دلوقتي الموضوع اللي نزل بتاع صباح محمود شحاته ده طلع اشاعه، انا لقيت في حد من الزملاء منزل موضوع على الجروب ان هي صباح توفت، وكله بيقول البقاء لله، دي نمره واحد. نمره اتنين لقيت في حد راح منزل تاني خبر على الفيسبوك، فطبعا دي كزميله واعرفها من 35 سنه في المجال، هي واخواتها من الناس المحترمين وجدعان جدا جدا جدا، فطبعا عشان الصداقه والمحبه فنزلت خبر، حاولت اتواصل مع اختها نوره، تليفونها كان مغلق، فرحت منزل خبر على الفيسبوك وقلت توفت الرحمه الله تعالى الزميله الفنانة صباح محمود شحاتة. وبعدين تحد من الجروب تاني زميل راح منزل وقايل يا جماعة ان هي بخير وبصحة جيدة، الموضوع طلع اشاعة، فانا تواصلت معاها وكلمتها وقالت لي عم ابراهيم ايه الموضوع اللي حصل ده، قلت لها والله لقيت احد الناس على المواقع منزلين الخبر انك انت توفت وبتاع، وهي الحمد لله كويسة وبخير وبصحة جيدة، وموضوع طلع اشاعة من خلال القنوات والمواقع اللي نزلت على الفيسبوك، فارجو محدش ينزل حاجه الا لازم نتاكد منها وهي كويسه والحمد لله. قلت لها انا عايز تليفونك الناس عايزينه ادوله لهم، قالت لي لا ما تديش تليفوناتي لاي حد، وربنا يديها الصحه وجزاكم الله كل خير.